إنني فخور وأحس كذلك بشرف عظيم أن أهدو حدوى السيد رئيس الجمهورية الذي سمى سنة يقتدى بها وهي سنة اللقاءات مع أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج كلما أمكنت أو مكنت الظروف من ذلك. لقد اتفقنا في هذه من خلال هذه الزيارة مع الأصدقاء في الحكومة المجرية على العديد من الخطوات التي سنخطوها معا في المستقبل القريب لفتح مجالات تعاون وتبادل في ميادين شتى. ولا شك ونحن نقتحم هذه المجالات الجديدة للتعاون الجزائري المجري، لا شك قلت أننا سنكون بحاجة إلى تواجدكم وإلى وقوفكم وإلى مد اليد لكم لمساعدتنا في تطبيق كل هذه البرامج المتفق عليها.